السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد عصام. والنهاردة إن شاء الله هنكمل مسيرتنا في لعبة دبليو دبليو سوبر كارد. النهاردة إن شاء الله هو اليوم اللي هنوصل فيه لمستوى راسلمانيا 34. أول حاجة هناخد جوائز كينج أوف ذا رينج، عندنا 10 بيكس وهنا 15 بيكس. تم إقصاؤنا من الدور التاني، مش مشكلة. دلوقتي عايزين نعمل ذا ميز برو، فهنشيله الاول من كينج اوف ذا رينج، نعمل له سواب، نحط مكانه اي حد، نحط مكانه رومان رينز اللي النهارده سلم لقب اليونيفرسال في عرض الرو، واعلن ان هو مصاب بمرض السرطان. ان شاء الله ربنا يشفيه باذن الله. طيب يا جماعة، احنا عملنا اتحاد للعرب، اللي عايز ينضم للاتحاد، احنا 3 لحد دلوقتي. الاتحاد هو اسمه عربي تشامبيونز بالانجليزي، انتوا شفتوه قدامكم. اللي عايز ينضم للاتحاد اهلا وسهلا. دلوقتي نشيل كارتين بتوع دميز من كل حاجة علشان نعرف نعملهم برو ونوصل ان شاء الله لمستوى راس المانيا 34. على ما نشيلهم نتمنى من كل الناس ان هم يصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. على ما نشيل كروت ذا ميز، وادي شلناهم، نشيل كارت ذا ميز هنا من التيم كاردز، نحط مكانه فاندانجو مثلا، اي حد. احنا هنرجع نحط ذا ميز تاني ان شاء الله. بسم الله، ادي ده متقفل وده متقفل، كل حاجة بالماتشات كله تمام. كومباين ذا ميز برو راسلمانيا 34. دلوقتي عايزين نقويه علشان نوصل لمستوى راسلمانيا 34، لسه موصلناش، لازم نقوي الاول. نرجعه لكروت التيم زي ما كان ونبتدي نقوي. فهنحط له كارت جولدست التايتن، احنا مقوينه شوية، فهنحطه، ندور عليه اهو، لقيناه وصل لمستوى 64. نحاول نوصله لمستوى 80، نحاول نوصله لمستوى 80. ما عندناش اي حاجة نقدر نحط بيها عشان يتطور. ممكن نشيل بيج وكارميلا من اي حاجة هما بيعملوها ونطور بيهم ذا ميز. فهنشوف، يعني هنحاول نطور ذا ميز. بس دلوقتي احنا وصلنا لمستوى راسل من 34 اوريدي، ف يعني اعتقد ان مستوى التايتن هو اقل مستوى قعدت فيه فترة، الحمد لله. ووصلنا مستوى راسلمين 34، فعندنا جواز الوصول لمستوى راسلمين 34، 350 كوينز، حاجة جميلة جدا، حاجة كويسة جدا تنفعنا برضو. فاستلمناهم. دلوقتي نرجع نحاول نشوف نطور ذا ميز ازاي. فاحنا عندنا هنا لانا وعندنا كارميلا وبيج، عايزين نشيلهم التلاتة، ندور نطور بيهم ذا ميز. فادي لانا، شوف هتوصل ذا ميز لمستوى كام. لانا في مستوى التيميت، وصلته ليفل 70. فنجيب كارميلا، نشيلها برضو من اللي هي فيه، وتشيل بيج، ونطور بيهم الأخ ذا ميز.
كارميلو قصاد ذا ميز المستوى 75، وادي بيج توصلوا المستوى 79، محتاج الليفل كمان نحط بيج دي كمان وبس كده وصلنا ليفل 80 بذميز راسل مانيا 34 برو. فتمام كده كل حاجة زي الفل الحمد لله، وصلنا اخيرا مستوى راسل مانيا 34. كل التعب في الماني ان ذا بانك مراحش هدر، جبنا ذميز وعملنا برو وكل حاجة تمام وزي الفل. نظبط بقى حاجتنا بعد كده، نروح نفتح شوية بيكس نشوف ايه كارت راس المية 34 اللي هيطلع لنا، بعد كده نفتح باك جراند تشالنج ريورد ونقفل الحلقة بإذن الله. فاحنا اول هنظبط الديك بتاعنا كده. شوف اهم حاجة عندي رينج دومينيشن، رينج دومينيشن وصلنا تايتن بلس، احنا كده هيبقى اول كارت عندنا مونستر واخر كارت راس المانيا 34. كويس كويس. طيب يا جماعة دلوقتي نفتح البيكس هنا، كان عندنا 37 بيكس، نشوف ايه كارت راس المال 34 اللي هيطلع لنا اهو. بسم الله يطلع لنا شين مكمان، شين اوماج راس المال 34 يطلع لنا. كويس، حاجة كويسة جدا. نكمل البيكس بعد كده نفتح باك جراند تشالنج ريورد ونقفل الحلقة بإذن الله. جالنا ايدن انجلش مونستر، ده برو على فكرة، انا عندي ايدن انجلش مونستر فهنعمله برو برضو ان شاء الله بس مش النهاردة. نكمل البيكس بتاعتنا، اريك روين ذا ميز ناتاليا شوية مديرين بادي مارفي هدايو اوتامي ارتروث ايدج ايبك ايدج مارك هنري بول هيمن. بس كده خلصنا البيكس. نروح نشوف كارت شين ماكمان راس المانيا 34، انا بحب شكل الكروت راس المانيا 34 قوي. فده عندنا كارت شين ماكمان وعندنا ايدن انجليش برو، عندنا اتنين من ايدن انجليش ان شاء الله انا بنعملهم برو. دلوقتي اخر حاجة في الحلقة نفتح باك جراند تشالنج ريورد نشوف هيطلع لنا في مين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، طلع لنا تفنس سامر سلام 17، تفنس مونستر، طلع كارلو اندرس سامر سلام 17 وتامينا مونستر. يعني كروت مش هنستفاد منها قوي بس يعني الحمد لله. وخلصنا كده النهاردة، وصلنا مستوى راس المانيا 34 وادي الاتحاد اللي عايز ينضم فيه. وبس دي كانت حلقتنا النهاردة بإذن الله، نشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.